احنا نستقبل بإذن الله شهر رمضان الكريم، خلاص الأيام في توالي زي ما بنقول، ويعني الشهر المقبل بإذن الله يكون شهر رمضان نور الدنيا كلها. والمصريين الحقيقة مع شهر رمضان عندهم طقوس وعندهم حكايات، منها المسحراتي. مسحراتي ده حكاية طويلة جدا، واحنا دايما نقول احنا منفردين كمصريين بفكرة المسحراتي، فكرة انه يبقى في شخص لطيف بيدق كده الطبلة عليك عشان يصحي الناس. طبعا وقتها الناس كانت بتنام بدري، وكان يقول كلام جميل وكلام كله شعر، وينادي على الناس ويقول حاجات كده لطيفة. مع تطور الزمن المسحراتي ده بقى يعني فكرة كمان إذاعية وتلفزيونية، يعني انتقل من الشارع والحارة المصرية إلى الإذاعة والتلفزيون، فبدأوا يقدموه بقى مشاهير الطرب والغناء، وعلى رأسهم طبعا مش ممكن ننساه أجمل مسحراتي الشيخ سيد مكاوي الموسيقار العظيم، اللي قدم الحقيقة سلسلة شهيرة جدا ومعروفة وكنا بننتظرها. حكاية المسحراتي والمصريين دي قصة طويلة وجميلة يعني، وطول الوقت إحنا نحب نسمعها ونحب نعيش فيها. خليني أروح للمؤرخ والباحث التاريخي الأستاذ رحاب الهواري علشان يعني نتكلم معاه عن المسحراتي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ عبر الزوم هنلتقي مع المؤرخ والباحث التاريخي استاذ رحاب. مساء الخير. مساء النور يا فندم، مع حضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب وبالف خير. يعني الحقيقه المسحراتي هيفضل طول الوقت في القلوب، يعني فكره لطيفه والاطفال كانوا دايما يحبوا يشوفوه، يعني تبقى الناس لا صحيني عشان نشوف المسحراتي، لا قابلت المسحراتي. ازاي هذه الفكره اللي انتشرت في الحياه المصريه والمناطق الاحياء المصريه بشكل كبير بقت كمان هي فكره اذاعيه وتلفزيونيه؟ يمكن لو رجعنا للتاريخ من البدايات مع بدء التاريخ الاسلامي، كان بلال بن رباح هو اللي هو اول مؤذن في الاسلام، كان بيخرج قبل صلاه الفجر عشان ينقذ الناس. كان معاه ابن ام كلثوم. ابن ام كلثوم كان ليه دور ثاني، يعني الاثنين كانوا بيجوبوا شوارع المدينه، بلال بن رباح يؤذن لبدايه السحور، وكان ابن ام كلثوم يؤذن للامتناع عن الطعام. فدي كانت بدايه فكره المسحراتي من عصر الاسلام، في صدر الاسلام. تمام. فيما بعد بمفهومه الحالي اللي احنا نعرفه دلوقتي رسميا 853 ميلاديه كان التاريخ لاول مسحراتي بالشكل المتعارف عليه حتى الان. ده كان في العصر العباسي، كان والي مصر اسمه اسحاق بن عتبه، وكان اول واحد طاف شوارع القاهره ليلا عشان ينقذ الاهالي. فكان بيتحرك سيدا من مدينه العسكر في الفسطاط لحد ما يوصل لجامع عمرو بن العاص فيصلي الفجر. فكان دايما في هذه المسافه وفي هذه الطرقات اللي كان ساكن فيها اهل القاهره، فكان بيوقظ الناس بصوته، هو اللي بيوقظهم بنفسه. في عصر الدوله الفاطميه الموضوع اختلف شويه، كان الحاكم بامر الله بدا يقوم بنفسه، وهو الاول واحد في عصر الدوله الفاطميه تن هذه السنه. فكان بعد صلاة التراويح، وكان ليه عادات غريبة، يعني الحاكم بأمر الله كان دايما يأمر الناس يناموا بدري بعد صلاة التراويح. فكان لما يناموا بدري يبدأ يبعت الجنود يخبطوا على البيوت ويطرقوا الأبواب ويرددوا جملة يمكن بتتردد لحد دلوقتي، يا أهل الله قوموا اتسحروا. أيوة. يعني كلمة يا أهل الله دي اللي يمكن استخدمها فؤاد حداد. صحيح. مع سيد مكاوي وما زالت بنرددها، كان أول حد قالها الجنود بتوع الحاكم بأمر الله. يمكن المهنة أهملت فترة طويلة فيما بعد لحد ما أعاد إحيائها مرة تانية الظاهر ديبر، ولكن بشكل تراثي عشان يحافظ عليها كتراث إسلامي. فبدأ يعين ناس من صغار علماء الدين، مش علماء الدين الكبار، شباب علماء الدين، هم اللي يبقى دورهم انهم يدقوا على الابواب لايقاظ اهلها للسحور. لا، والجميل الحقيقه في اللي حضرتك بتقوله انه هي عادات وتقاليد وكمان يعني تورثناها من فترات طويله جدا وفضلت موجوده، لكن يمكن كمان التوثيق اللي حصل لها من خلال الاذاعه او التلفزيون عمل لها رونق كمان، وبقت نوع من انواع الفنون، يعني دخول الشعراء زي طبعا فؤاد حداد، موسيقار زي سيد مكاوي وغيرهم، وفي مطربين ومغنيين الحقيقه عملوها، فعملت لها هذا الرونق اللي لسه الناس بتحبه لغايه دلوقتي يعني.
هو الارتباط الحالي، اصحى يا نايم وحد الدايم وحد الرزاق بصوت سيد مكاوي، ده ما زال عالق في اذهاننا. صحيح. من سنوات، واعتقد حتى انه بيعاد دلوقتي على التلفزيون المصري، بتعاد هذه يعني الطقوس العظيمه والبديعه اللي ربما يكون الجيل الحالي ما يعرفش ان ده فؤاد حداد وده سيد مكاوي، ولكن بنردد نفس الجمل. الملفت في الامر اكتر ان احنا اتعمل اول نقابه للمسحراتيه او طائفه، يعني تخيلي حضرتك من عصر الناصر محمد بن قلاوون، يعني عملنا نقابة اسمها نقابة المسحراتية. كان اللي عملها واحد اسمه أبو بكر محمد بن عبد الغني، وكان مشهور قوي باسم ابن نقطة. ابن نقطة ده اخترع فن ما زال بنردده حتى الآن، اللي هو الألحان اللي سيد مكاوي اعتمد عليها في المسحراتي، اسمه فن القوامة. فن القوامة ده واحد من أشكال التسابيح، يعني هو في البداية كان أشكال تسابيح، عشان أيوة. كده سيد مكاوي أخذ شكل التسابيح وهو بيلحن. أيوة. وشكل يعني ما كانش الشكل عبائل. الأدعية يعني فيها كمان بالضبط. روحانية. طب أنا عايز أسأل حضرتك سؤال أستاذ رحاب، هل كان بالضبط. في هذا الوقت، يعني إحنا نتكلم عن الفسطاط وبنتكلم على مصر القديمة، بنتكلم على منطقة بعينها هي كمان منطقة الحقيقة مليانة بالأثار الإسلامية والمساجد والجوامع، ولكن أنا عايز أعرف هل في هذا التوقيت وفي هذه الفترات ما كانتش لسه القاهرة طبعا فيها هذه المحافظات الكتيرة، هل كان في كمان مسحراتية أبعد من هذه المناطق قديما؟ لا لا لا، هي كانت مسحراتية، يعني في جزء فقط كان موجود في خارج مصر كلها، يعني اسكندرية مثلا كان فيها؟ لا لا، ده بقى الإطار ده خالص، كان في العراق. العراق كان العراق تزامن فيها الطبلة الصغيرة اللي المسحرات بيطبل عليها، كان اسمها البازة. البازة دي ابن نقطة اللي أنا قلت لحضرتك عليه، ده هو اللي طور المهنة وأول واحد استخدم الطبلة دي. استخدام الطبلة بدقات منتظمة وإيقاع منتظم كان في العراق، ثم دخلت هذه البازة بنفس الاسم، يعني بعض الموسيقيين القدامى بيقولوا عليها البازة حتى الآن. زودنا احنا ايه عليها كمصريين؟ زودنا الاشعار الشعبيه، وزودنا حكايات من التراث الخاص بالاسلام او اللي خاص بروحانيات الشهر الكريم، وبدانا نالف اشعار خاصه بهذا الشهر الكريم. صحيح. يمكن ده اللي مصر اضافته لهذا الطقس، انما خارج القاهره لم يثبت ان اسكندريه كانت كوزموبوليتانيا مختلفه شويه عن طبيعه طبعًا القاهره. طبعا كوزموبوليتان اكتر. طيب لكن برضو خلينا نقول انه حتى اليوم بنشوف مسحراتية موجودين في أحيائنا وفي شوارع القاهرة حتى والناس صحية، لكن هي بقى طقس وبقى عادات وتقاليد وحاجة بتبقى جميلة. يعني أنا شخصيا شفت مسحراتي السنة اللي فاتت، كنت سعيدة جدا وأنا شايفاه وهو ماشي لسه بيصحي الناس. يعني طبعا هي الناس صحية، بس هو طقس الحقيقة. إحنا مرتبطين بهذا الطقس جدا، يعني حضرتك لو بعدنا في الريف المسحراتي حافظ كل الأطفال اللي في البلد، فلازم من كل ما اول ما يدخل الشارع قول اسمي، فهو خلاص حافظ كل الاسماء. صحيح. ويجي بقى على اخر رمضان يخبط على البيوت والناس كمان تدي له كحك العيد ويعيد معاهم. الحقيقه هي كحك العيد في القاهره، انما احنا صح. عندنا في الريف ما بيبقاش كحك العيد، ما يعني عندكمش كحك. كان الطقس زمان برضو. أيوة. لا بيبقى دلوقتي عندكم بس رمضان بتتوزع على المسحرات، يعني كانت حبوب زمان وكانت بتطلع حبوب، فهو يبقى من يوم 25 ليوم لقبل الوقفه دايما يبقى عارف ان هو في الفتره دي فتره جمع زكاه رمضان. اكيد. يعني الحقيقة كلها يعني عادات وتقاليد جميلة، وهي دي مصر. مصر كده فيها عمق وفيها تاريخ وفيها حاجات حلوة كتير. أنا بشكرك شكرا جزيلا المؤرخ والباحث التاريخي الأستاذ رحاب الهواري، أشكرك شكرا جزيلا.